هيكون النهارده معانا ترند خاص جدا بالفنانه دنيا سمير غانم. طبعا كلنا عارفين ان دنيا كانت بتمر بظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت بسبب وفاه والدها وكمان والدتها ربنا يرحمهم. بس الحقيقه دنيا ظهرت خلال الايام اللي فاتت بفوتوشوت على صفحتها الخاصه على الانستجرام، وناس كتيره جدا اتفاعلت معاها بشكل ايجابي جدا، خصوصا الناس حست من الفوتوشوت ده ان دنيا ابتدت تتخطى احزانها وتخرج من حاله الحزن الكبير اللي كانت عليها. الجميل ان دنيا نشرت 2 فوتوشوت والاثنين كانوا مع نفس فريق العمل. الستايلست طبعا كانت مايا حداد، الميك اب ارتست دنيا دينا راغب، ومصفف الشعر احمد منير. والمفروض ان دنيا سمير غانم تعود للدراما بمسلسل عالم موازي في رمضان اللي جاي، واللي كان مؤجل من رمضان اللي فات بسبب اصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا. وزي ما قلت لكم الناس كانوا مبسوطين جدا في تعليقاتهم من الخطوه دي ومن عوده دنيا مره ثانيه لجمهورها اللي بيحبها جدا وكل افراد اسرتها اللي ياما قدموا اعمال فنية أسعدت ناس كتيرة جدا. النهاردة آخر ترند معانا هو ترند عالمي الناس كلها بتتكلم عليه خلال اليومين اللي فاتوا، خصوصا أن الترند خاص بالنجم العالمي توم كروز ورجل الأعمال إيلون ماسك. طيب إيه الحكاية؟ أقول لكم أنا إيه الحكاية. الحكاية باختصار أن في شركة اسمها سي اللي هي اختصار لشركة سبيس انترتينمنت انتربرايز، أعلنت من أيام أنها بتخطط لأنها تعمل وحدة بث للأفلام والتلفزيون والرياضة والترفيه من محطة فضاء دولية. يعني بوضوح كده الناس دي هتعمل محطة بتاعة التلفزيون في الفضاء، وقالوا ان المحطة دي هيتم اطلاقها في سنة 2024، يعني بعد سنتين من دلوقتي تقريبا. الشركة دي بقى احد ملكها هو رجل الاعمال الامريكي الشهير إيلون ماسك، واللي مهتم جدا بالفضاء لدرجة ان الرجل اعلن من وقت قريب انه قرر انه هيروح ويعيش في الفضاء، لدرجة انه كمان ابتدى بالفعل يبيع كل بيوته وقصوره اللي على الارض. والشركة أعلنت بقى أنها هتتعاقد مع النجم العالمي توم كروز على تصوير فيلم في الفضاء، وأن الفيلم هيتصور جزء منه في المحطة دي، وأن الشركة رصدت ميزانية إنتاج مبدئية هي 200 مليون دولار، ممكن طبعا تزيد. وطبعا الخطوة دي بتخلي شركة سي تبقى أول شركة إنتاج فني وسينمائي في الفضاء. عايزة هنا بس أقول لكم أن الشركة مخططة أنه يبقى كمان في عروض وحفلات في الفضاء، يعني مش بعيد كده نسمع عن ناس بتستعد أنها تسافر الفضاء عشان تحضر حفلة غنائية لمطرب معين، أو نلاقي مثلا حفل توزيع جوائز الأوسكار معمول في الفضاء. وبعيدا بقى عن القصة دي كلها، بيستعد توم كروز حاليا لترويج فيلم توب جون مافريك اللي بيتم تأجيل تاريخ إطلاقه من صيف 2020 ل 23 ديسمبر 2020 ولمايو 2022.